شيء معدي، حياتي تبهذلت، أولادي عافوني، زوجتي عافتني. نبدأ من صلاح الدين، ابتزاز من نوع آخر، رجل متزوج ولديه أبناء، تعرف على امرأة بمواقع التواصل الاجتماعي. هذه المرة يعني استدرجتها وأغوتها وفتح كاميرا وياها، تم تصويره وتسجيل هذا التصوير بوضع غير لائق. بعد ذلك قامت بتهديده وابتزازه، فأما أن يرسل إلها مبالغ من المال وأما أن تنشر الفيديو. اللي صار أنه نشرت هذا الفيديو مهتم إلى تهديدها، فوصل هذا المقطع إلى زوجته وأبنائه، فكانت كارثة على هذه العائلة، مما طلبت زوجته الطلاق وأبنائه أيضا تركوه. انهيار كلي لهذا الرجل مخمور، أصبح وضعا نفسي صعب بسبب خطأ. لذلك نحن نحذر الشباب اليوم من الوقوع في مثل هذه الأخطاء والوثوق بمن على الطرف الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما حتى تصوير مقاطع مخلة بالأدب، مما يؤدي إلى تهديدهم بها وبالنهاية يقعون ضحية ابتزاز لهذا النوع من الابتزاز الإلكتروني. خلونا نشوف هذا التقرير من صلاح الدين اللي مراسلنا أعده حتى يشوف حالة هذا الرجل وما آلت إليه الأمور بسبب هذا الوضع. خلونا نشوف. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بك مازن. مازن، اليوم موضوع حلقتنا عن الابتزاز الإلكتروني، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة. راح نتحدث مع الشخص اللي المعني وراح نشوف شنو اللي صار وياه. السلام عليكم. هذاك اليوم لك شهر هو الياب في شي سالفة ما تنسي بعد، دمرت حياتي كلها. هاي وحدة دخلت عليها وقالت لي هيج وهيج، وانا شفتها حلوة، هي ما ادري منين الله جاب ليها، ما ادري الشيطان جاب ليها، خلانا خلت ثقتي بيها. يعني قالت لي افتح كاميرا وخلي نسولف، واحد يحب الاخ وما شنو. بعد فترة شو انا ما شو دازت لي تصوير مالي أنا بملك الله، ويعني شو أقول لك، هذيك الفترة ما شو قلت، قالت لي راح أفضحك وأنشره. أنا شو بدريني، قلت لها شنو نشري؟ ليش يعني تفضحك؟ شرادت تريد يعني فلوس، وتريد يعني شغلات أسويها وياها، أنا إنسان يعني ما لي علاقة بهاي الأمور. المهم جيب منها ودي منها، والله جاني النشر المقطع، أول ما شافته زوجتي طلبت الطلاق، وأولادي عافوني وانقلبت حياتي قلاب. أنا هسه كل شي ما عندي، حياتي تبهذلت، أولادي عافوني، زوجتي عافتني، وهاي الخرابة اللي شفتني يمها وجبتني هنا. يعني انت تبات بهاي الخرابة؟ ايه، شو انا ولي وانا اروح، كلها عافتني بسبب هاي الفضيحة. ما حاولت ان توسط ناس، ان تجيب ناس يساعدوك؟ شنو اللي صار وياك؟ ما بيها فايدة، فاس وقع بالراس. هسا اوكي ماكو مشكلة، هسا كلتنا نخطأ والخطأ وارد، بس يعني المفروض تصلح حياتك، المفروض تعيد حياتك من جديد. حقك انت وحق مجتمعنا يعني ما يرحم اكيد. يا حياة الفضيحة صارت صغيرة قبلت كبير شافها. زين انت اليوم تريد توصل بهذا المشروب وهذه وضعيته؟ هو شنو المشروب؟ هيك كذب لدوة ولا ينسي. بعد ليش مدمر حياتك؟ زين مو مشكلة، اوكي هسه انت زوجتك عافتك، أولادك عافوك، ابني حياة من جديد. وين ابنيها؟ وين بيا المجتمع؟ بيا فضيحة.
بس يعني انت هذا وضعك هسه بهيج حاله، وضعك صعب، ويعني انت تدمر حياتك، رغم انه انت حسب ما تقول تدمرت حياتي، بس كل شيء له حل. ابد ابد وترجعك مثل ما وعدتني، لا تفتح الموضوع للزيد الهمهم، وهذا الموضوع اوف اوف يا الله. مازن، يعني هذا اللي سمعناه من الشخص، ونتمنى ان يكون فد حل لهذا الموضوع، لان يعني ما اعرف اللي سمعناه فد شيء صعب،